عندما ننظر إلى ما يحدث الآن والتوقعات الاقتصادية العالمية، سنرى أن البيانات التي وردتنا قريبة جدا لآخر بيانات كانت موجودة. الطرح الأساسي الآن هو أننا لم نرى تراجع في النمو كما كانت الأسواق قلقة في العام الماضي، وهذا ما جعل البنوك المركزية تتدخل بشكل قوي. ولكن حتى الآن لم نرى سرعة التعافي التي كانت متوقعة. كنا نتوقع تعافي بوتيرة أفضل، ولكن معدلات الفائدة ظلت مرتفعة لفترة أطول، والضغوطات التضخمية ثبت أنها أصعب مما كان متوقعا أيضا. ولذلك السؤال هنا هو حول الطلب من المستهلكين، خاصة في الولايات المتحدة، حيث أنه ظل قويا بالرغم من هذا التشدد في السياسة النقدية. ولذلك فإن دوافع النمو أو محركات النمو تشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا أيضا أبقى الفائدة طويلة مرتفعة لفترة طويلة، مما أثر على توقعات النمو. صندوق النقد الدولي يقول أن القوة الموجودة في الولايات المتحدة يتم موازنتها ببعض الضعف في منطقة اليوروزون واليابان والمملكة المتحدة على الساحة الاقتصادية العالمية. وهذه الرسالة الأهم من تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر بالأمس، وأشاروا إلى أن أهم المخاطر هي الصراع بين روسيا وأوكرانيا والتوتر في الشرق الأوسط، مما قد يتسبب بارتفاع مزيد في أسعار السلع والنفط، وقد يجعل الأوضاع أسوأ. أفهم منك سيد ستيوارد بأنه يعني التركيز الآن على الاقتصاد الأمريكي هو الذي سيحدث نوع من الموازنة، لأنه صندوق النقد رفع توقعاته للعام 2024 للنمو الاقتصادي في أمريكا ل 2.7%، تحدث عن زيادة بستة أعشار عن التوقعات السابقة بيناير. وبالتالي هل قوة الاقتصاد الأمريكي ستدفع الاقتصاد العالمي للنمو أو على الأقل لعدم التراجع، وبالتالي إحداث هذا التوازن مع الاقتصاد الأوروبي الذي لم يتعافى بشكل جيد بعد، أو الاقتصاد يعني في بعض المناطق الآسيوية؟ نعم، هذا بشكل أساسي ما جوهر التقرير. ما توقعنا نمو قوي في العام الماضي، الحكومات والأسواق كل منها كان له أسباب في توقع هذا النمو، وحتى الآن لم نرى إشارات حقيقية أن وتيرة النمو سوف تتباطأ بشكل حاد أو بشكل أزيد من اللازم. وفي رأيي هذا ما يوازن الضعف في أداء منطقة اليوروزون والمملكة المتحدة واليابان. إذن بعبارة أخرى، كأننا نتحدث هنا عن استثنائية الولايات المتحدة. هي دائما استثناء ودائما هي العمود الفقري للنمو العالمي، واستطاعت حتى الآن أن توازن ضعف الأداء في المناطق الأخرى. وعلى الأرجح سنرى تباطؤ في النمو بالولايات المتحدة دخولا إلى النصف الثاني من 2024. ولكن أتعرفون ما هو السؤال الأهم؟ كم هي وتيرة هذا التباطؤ؟ كم نسبته؟ ومتى سنبدأ بملاحظته؟ هذه أهم مسألة حتى بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، والأسواق تقلل من توقعاتها بشأن خفض الفائدة بسبب ذلك. طيب سيد ستيوارت، يعني لا شك كما ذكرت أن الاقتصاد الأمريكي هو المحرك بالنسبة للاقتصاد العالمي، ولكن ربما سياسات الفيدرالي وأسعار الفائدة المرتفعة قد تؤثر سلبا على باقي اقتصادات العالم. وما أود أن أسألك عن هنا هو هذا التباين ما بين أداء الاقتصادات وأرقام حتى أرقام التضخم في الاقتصادات الرئيسية، تحدث عن أمريكا، أوروبا وآسيا. هذا الاختلاف كيف من الممكن أن يؤثر على التكامل ربما الاقتصادي والنمو الجماعي لكل الاقتصادات حول العالم؟
طبعا عماد فهمتك. حسنا، التقدم الذي رأيناه في الولايات المتحدة في خفض التضخم في 2023 يبدو أنه كان خطوة إلى الأمام وخطوة إلى الوراء بسبب البيانات التي وردتنا أخيرا، وكأن كل ما أحرزناه من إنجاز قد تلاشى، حتى بيانات إنفاق الاستهلاك الشخصي وبيانات الـ CPI كلها مقلقة للجنة الأسواق المفتوحة. بدأنا أيضا برؤية علامات الاستفهام الآن حول ما إن كان الفيدرالي قد قام بما فيه الكفاية أم لا من أجل خفض التضخم إلى المستهدف. ولذلك معدلات الفائدة بالولايات المتحدة أكيد ستظل higher for longer، أعلى لفترة أطول مما توقعته الأسواق، ولكن في أوروبا والمملكة المتحدة الوضع مختلف، النمو أقل ولذلك الضغط أقل مما قد يدفع المركز الأوروبي وبنك إنجلترا لأن يسبقوا الفيدرالي في خفض الفائدة وربما يخفضوها حتى في وقت قريب جدا. المركز الأوروبي سيبدأ في الصيف على الأغلب، ربما في يونيو، وبنك إنجلترا وأرقام PCE التي وردت اليوم تشير إلى أننا على المسار الصحيح ولكنها أعلى من المستهدف. وفي رأيي الخلاصة هي أن البنك إنجلترا سوف يحاول أن يؤجل الخفض الأول ربما إلى أغسطس مثلا بدلا من يونيو، ولكن كلاهما سيخفض فائدة. من لندن اعذرني للمقاطعة، سيد ستيوارت كول كبير الاقتصاديين في إكويتي كابيتال، شكرا جزيلا لك.